يعني كل منطقة يحكمها الناس ديالها. حنا كأمازيغ فاش قلت لكم الصحراء الغربية تاخذ الاستقلال، هذا يعني أننا كأمازيغ غادي سيتم تأسيس الدولة ديالنا في الجنوب. راه تنقول لك كلام حقيقة 100%، راه ما تنكذبش عليك. وبمجرد أن الصحراء الغربية تاخذ الاستقلال ديالها وترجع عند الصحراوة، راه غادي نبداو حنا بالتحرر من نظام مخزني، يعني اوفيسيال. تحياتي كان مرة أخرى الخوت، لأن هذاك اللايف تقطع، ودابا نشوف هذا اللايف هذا إذا ما كانش يتقطع. إذا غادي نكمل الموضوع ديالنا، لأن اش نقول لك، أنت تتشوف يعني الناس تحاربك بسبب يعني أفكار، مجرد أفكار، لا تريدك يعني أن تتكلم وتقول الأفكار اللي عندك. ما باغينكش تهضر وتقول الأفكار اللي عندك. خصك تسميتو. خوتي كاين شي صوت؟ اوكي، تحياتي اخي بشير. كما قلت لكم الخوت، بان انا كامازيغي اتضامن مع الشعب الصحراوي، وخصنا نخلقوا جسر التواصل مع هذا الشعب هذا المناضل، فهمتيني، ونستافدوا من النضالات ديالو، سواء دوليا او اقليميا او فهمتيني جهويا او كيف ما كان. يعني ما خصناش ما يمكنش. اوكي، ما خصناش نبداو نقمعو في راسنا، فهمتيني. نتوما كامازيغ ارى باننا نحن نتعرض يعني للتهميش وللاضطهاد، لذلك يعني ما عندناش واحد تنعيشو داخل واحد نظام قمعي، فهمتيني. همش الهوية ديالنا، همش اللغة ديالنا، همش الامازيغ، فهمتيني، لا في الجنوب لا في الشمال. الامازيغ يعيشون الحرمان، ما عندهمش لا امكانيات، ابسط الامكانيات ديال العيش ما عندهمش. الامازيغ فاش تحمل مراته غادي تولد، غادي ديها تولد في حمارة. تصوروا معايا، في دولة عندها الفوسفات وعندها الصيد البحري وعندها كل شيء. لا، انا ماشي حمار، فهمتيني. المرابط طارق قال لك تتمشيو لاوروبا كتبداو تهضروا، ولا عندنا الحريه هنايا، فهمتي. نتوما الابارتايد حاكمين تما، القمع، واش تجي ديروا لي بحال الزفزافي؟ هذه هي الشيء اللي هادشي هو اللي عندكم. هو حتى هو انت تدخلوا بحال البهايم نحيدهم، وكنا نجاوب شي حمير عاد نحيد. المهم، لا اتضامن مع شير من ناحيه ديال انني يعني تنهضر. اذا كان عندك يعني كانت عندك القوه باش تجي وتقول هاد الاراء اللي تنقولها، هذا راه وحده كافي، هذا تضامن وفوت ليه، فهمتي. يعني باش تجي تخلق ليا يعني كمخزن، المخزن هو اللي خلق هاد الصراع ما بين الامازيغ والصحراوه، فهمتيني. هو اللي دخل هذيك الافكار ديال لا خصك تعترف بهذيك الارض بانها امازيغيه. علاش هما تيقول هما يناضلوا من اجل التحرر، ما بغاوش يدخلوا في نظام ديال العبوديه بحال باقي المناطق، بغاو الارض ديالهم تكون حره. اسمحوا لي عندي واحد المشكل واقيلا في اوكي، فهمتي. بغاو الارض ديالهم تكون حره، وتجي نتايا تتعيش في واحد النظام اللي هو محتلك، فهمتيني، محتلك بالدين، محتلك بكل شيء، وتجي وتقصف هذوك الناس اللي تيحاربوا هذاك النضال اللي قام معاك نتايا،
وتقول لي لا راه حنا امازيغ وديك ارض وتمزغه وداك الشيء ومشروع يعني فاشل من البدايه، ما باين لي والو، ما كاينش شي، ما عمرش شي مبادره انا ديال الصح، فهمتي؟ راه كاينين الدول، راه كاينين بزاف ديال الدول، راه كانوا دول دو كانت هناك يعني دول كبيره وتفرقت لان المصالح ديالهم كالشعوب في هذيك المنطقه ما تسميتوش، كانت واحد الطبقه قليله تستفرد بالقرار والسلطه بحال في المغرب، فهمتي؟ لذلك ترى يعني التهميش، لان عندنا واحد الناس فهمتيني واحد الرقم صغير تيتحكم في كل شيء، تتلقى مركز قوة كداير واحد البنية تحتية، وهادي تتمشي لمناطق أخرى تتلقاها مهمشة لأنهم غير مجمعينهم تما دايرين بحال البهايم. يعني هذوك اللي كانوا ماتوا في طنطان عقلتوا عليهم، مغاربة ماتوا بسبب الفيضانات، شنو داروا لهم؟ ياك أمازيغ شنو داروا لهم؟ هزوهم في حاوية الأزبال، أم جدد ديال المواطنين مغاربة أمازيغ هزوهم في حاوية الأزبال، فهمتيني؟ وداو وجابوا هليكوبتر وهزوا الاجانب تقوم، شي امريكانيين كانوا تمايا، شتي انت ما عندكش قيمه، وتجي انت بغيتي دوك الناس اللي تيحاربوا هاد النظام، هاد النظام ديال الذل والعهر، بغيتيهم حتى يجيو يدخلوا معاك في دوله تمارس عليهم نفس الابارتايد اللي تنسميها انايا، نفس الطبقيه ونفس القمع، وانت حدا انت كامازيغي جاي شي مسؤول مخزني صرفقك وسي القضاء وشوف واش تربحو، يجي يدفل عليك في وجهك يقول لك هذيك الشيء راه ديالنا، مؤسسات ديالنا، البوليس ديالنا، فهمتيني؟ المؤسسات داروا من اجل واحد الطبقه في المغرب، فهمتي؟ مؤسسات دارت فقط لخدمه واحد الطبقه، راه هما معروفين وعارفينهم جميع المغاربه، عائلات فهمتي، منهم عائله الهلاكي العلوي، فهمتي؟ هادو داروا باش انهم هما اللي مستافدين، المؤسسات ديالهم، الخارجيه ديالهم، الداخليه ديالهم، القضاء ديالهم، البوليس ديالهم، العسكر ديالهم، كل شيء ديالهم، فهمتي؟ انت شنو عندك كمواطن؟ ما عندك والو. الحكومه ديالهم، الحكومه هما اللي تيديروها تما وتيعمروا بك انت السوق في الحمله الانتخابيه باش يقولوا في الخارج بان راه انتما شوفوا عندنا واحد التعدديه حزبيه، وعندنا واحد عندنا انتخابات، عندنا واحد الديمقراطيه، وهذه وديك الديمقراطيه مزيفه تيروجوها في الخارج باش اوكي يجيو تيقول لهم البنك الدولي مزيان اوكي اجي شحال باغي تسلفوا، هذه تيتسلفوا بك الفلوس، فهمتي؟ انت عايش مقموع وتتهضر لي على الوحده الوطنيه، اي وحده وطنيه، اي وطنيه بعدا قول لي شنو هي الوطنيه دي، عرف لي بعدا شنو هي الوطنيه، فهمتي؟ انا نعرفك شنو هي الوطنيه، الوطنيه الا ما عندكش الحقوق ما تتحسش بالكرامه ديالك، تتعيش في واحد يو نو انستنت فير تسميه، يعني تتعيش في واحد الخوف دائما، واحد ستريس، يعني ما عارفش المستقبل ديالك فين غادي، ما عارفش حياتك فين غاديه، ها الا تتحس بحال هكا راه ما كاين لا وطن لا وطنيه، راه تيضحكوا عليك، لان الا جيتي دير مقارنه بسيطه بينك وبين لاجئ في اوروبا غتلقى راسك انت ما عندك حتى ديك صفه لاجئ في هذاك الوطن، فهمتي؟ غتلقى راسك والو حشره، فهمتي؟ ما يكذبوش عليكم عليها، فاش نجي نهضر تنهضر من انطلاقا من واحد المنطق، ما يمكنش واحد الناس يجمعونا ويقول لك وحده وطنيه وينفخوا فيكم في الكذوب ويقول لك اجي بقى معانا جامعينكم هنا وقولوا الوطن وهزوا الرايه الحمراء الخضراء وهذاك الشيء وراه حنا بخير، وهما العائلات مستافدين، راه هما محسوبين على رؤوس الاصابع، هذوك العائلات اللي مستافده من الوضع، يعني عند الامتيازات تتصيفط ولادها يقراو في كندا، في امريكان، في فرنسا، فيما بغاو، في ايرلندا، فيما بغاو، في الانجليز، انت ما عندكش هاد الحقوق هادي، حتى المنح اللي تتعطيها بعض السفارات تتعطيها فابور، وهاد المنح خصها تدوز مثلا للطلبة المغاربة المتفوقين يتم التلاعب بها، تيشدو هاديك المنح وتعطيوها الناس اللي لاباس عليهم اللي ما خاصوش، فهمتي؟ فهمتي؟ وتيجيو تيكذبو علينا، وتجي انت تقول لي الوطن، اي وطن صاحبي تتهضر عليه؟ قول لي بعدا الوطن اللي تتهضر، حيت انا ما عارف يعني التعريف اللي عندي في الدماغ ديالي انا ماشي هو قيل التعريف، الوطن راه ماشي داكشي اللي تتعيش، راه في وطن لا يمكن يعني واحد
الناس اللي شادين شواهد عليا وجاو تيحتاجوا امام واحد المؤسسه اللي هي عندها واحد الرمزيه تتمثل الشعب سميتها البرلمان، وين نوضوا يفرشخوا تما، فهمتي؟ رساله للناس الاخرين. ها شوف الا قريتي ولدي، ها رساله للناس الاخرين، ها شوف الا قريتي المصير ديالك كيكون بحال هادو، ها غادي ندقدقو باباك، فهمتيني؟ وتربيو في هذاك الشيء ديال شوف ما الى راه القرايه، شوف هادو اللي قراو واش داروا، ما داروا والو، عيش امي، فهمتيني؟ علاش يتم يعني تهميش باقي المناطق الامازيغيه؟ علاش يتم تهميشها؟ علاش؟ لانه ما بغيكش انت كامازيغ تقرا، ما بغاوش يشوفوك، ما بغاوش يشوفوك قاري واعي، انك انت تجي كامازيغي وتدافع على هذوك الناس اللي ما قاريينش في هذيك البويبلو ولا في هذيك الفيلاج ولا في هذيك المنطقه ديال الامازيغ اللي يعيشون التهميش، ما عندهم حتى الماء صالح للشرب، ما عندهمش، ما بغاوكش انت تجي تقرا وتدافع عليهم، لذلك يمارسون التهميش عليك. هناك يعني حرب اخبث من النووي، شي يكون يضرب هاد الامريكان ولا فرنسا بالنووي يكون راه لاباس، لان دابا ضربوك تضربوك بواحد الاسلحه يعني لا ترى بالعين، فهمتي؟ ما تشوفهاش بالعين غير مرئيه، فهمتي؟ تضربوك في الاساسيات ديالك، في التكوين ديالك كانسان، ما عمرك تكبر، ما عمرك تطور، فهمتي؟ تتلقى ولد شوف انت دابا مثلا تدخل فين تتقدى من مارشيه، مارشي كله غيس وسخ وداك الشيء، ما كاينش واحد الرقابه على المواد الغذائيه اللي تشري انت، فهمتي؟ وسير وشوف انت ولادك كيفاش دايرين، وشوف ولادهم هما كيفاش دايرين، تتلقاه بيض والحليب تيخرج لي من الحناك وعايش، وتتلقى هو عنده الطبيب ديالو في فرنسا، فاش شي مره تدي ليه السخانتي راه كاينه العاقه، ترى نتوما مجهلينكم، عايشينكم تحت الصباط، وهما الثروات تيدوزوها لهاد العائلات هادي، مرض ليه ولدو راه تيصيفطو عندو الطبيب الحومة ديالو كاين في باريس، يعني تيصيفطو ديريكت بوم، تيمشي يدوز تما ويش ويقري تما بأحسن المدارس ويكونو ويقول ليها شوفو ولدي أنا تجين أنا نموت ولا نمرض ولا تيجي يشد بلاصتي، فهمتي؟ يجي تيحط ولدو، فهمتي؟ ولدو تيدير نفس الممارسة، لأن أصلا ولدو ما عاش مع المغربي وما عارفوش، تيجي تيسحابو المواطن المغربي خصو ديما يبقى قامعو، تيقول لك المغاربة ما يصلحش معاهم تحت الدور، ما يصلحش معاهم هادي، واش عمركم جربتو أنكم تعاملوا داك الشعب واحد المعاملة إنسانية؟ واش عمركم جربتو أنكم ديروا فيه الخير ديال بصح، ديال أنكم تقريوه وتعلموه وتوفروا ليه؟ ما عمر تمارس هذا الشيء على الشعب، الشعب تيتمارس عليه القمع والتهميش بالسيف، ما تلقى عندنا شعب مواعيش، شعب همجي، غيكون عندنا لان هذاك الهمجيه النظام مخزني هو اللي حطها فيه، لان فاش تشوف القوات القمعيه ديالها كيف تمارس يعني القمع ديالها في ذوي الشواهد، ملي تشوف الهمجيه وهذيك الهمجيه تيحطوها فيك تتولي شي حاجه كولتوريل عندك انت في الدماغ ديالك، في الذات ديالك، فهمت؟ الشخصيه ديالك تتولي بحال هكا، ما تتكونش انسان عادي، فهمتي؟ تتبناو تيبنيوك تيقادوك باش تبقى انت ديما هكاك محدود، تبقى تشوف كلشي صعيب عليك، تبقى تشوف غير هذاك مقدم الحومه اللي ضربوها بصرفيقات تجمعوا ليها يبان لك صعيب، كلشي صعبو عليك، ما يبان لك كيفاش تحل المشاكل ديالك. حنا ما يمكنش ليا، خصنا نفكروا، راه مهدي منجرة قال لينا خصنا نبدعوا، حنا كشباب خصنا نبدعوا، فهمتي؟ الا كانت راه تنقول لك الحاجه اللي ما تتطورش هي اللي تكون ثابته، ما تتحرك ما والو، فهمتي؟ هذيك ما تتطورش، ولكن الاشياء التي تتطور هي الاشياء، سمحوا لي ندير غير لاشارج، كاين مداخلات ولكن ما عرفتش اخويا، ما كاينينش مداخلات اليوم، بغيتي تدخل اخي سيمو مرحبا. قلت لكم ما كاينش، انت كانسان ضايع، ما عندك لا وطن لا والو، صافي الواقع ديالك ما يمكنش تزيد لقدام، ما يمكنش تطور، لان صافي ثابت، وهاد الحاجه اللي هي ثابته هي اللي تدعيهم، تقول الوحدة الوطنية، الوحدة الوطنية اللي لها بالمواطن، فهمتي؟ تينهبوك باسم المواطن،
تينهبوك باسم الوطنية، تينهبوك باسم الدفاع عن الوطن، تينهبوك بهاد المصطلحات كاملة وما عندها حتى شي علاقة بالوطن ولا الوطنية. وطنية بزاف عليهم، فهمتي؟ وفاش تيخرج شي واحد بحال اللي تيهضر لهم في هذا الواقع هذا، ما تيبغيوش لانه تيفضح الخونة اللي حاكمينكم، فهمتي؟ وما غاديش نسكتوا، غادي نكملوا عليها. تنقول لكم بلاص ما يبقاو جامعين بحال البان، كل اخوي كل منطقة تحكم راسها، فهمتي؟ ولو نكون غير مجرد فيدراليات في ديك البلاد، كل منطقة تحكم راسها بلي ريسورس اللي عندها، فهمتي؟ ما يجيش واحد من الرباط بغى يحكم اقليم رشيدية مثلا، واش هذا؟ ما عرف تاع اقليم رشيدية شنو هو، جغرافيا ديالو ما فهمهاش، فهمتي؟ لا كولتور ديال دوك الناس، تيوصل عند دوك الناس ديال دوك الدوار تيبدا يحكي لهم، تيقول لهم ندير لكم وهذا، تيشوفوا فيه تيشوفوا بحال شي واحد جاي من الفضاء، ما عرفش المشاكل ديال ديك المنطقة، وجاي قال لك باغي، هما حاطينه تما داك عساس ديال الداخلية، فهمتيني؟ فهمتي؟ يعني كل منطقة يحكمها الناس ديالها. حنا كأمازيغ فاش قلت لكم الصحراء الغربية تاخذ استقلال، هذا يعني أننا كأمازيغ غادي سيتم بداية تأسيس دولة ديالنا في الجنوب. راه تنقول لك كلام حقيقة 100%، راه ما تكذبش عليك. وبمجرد أن الصحراء الغربية تاخذ الاستقلال ديالها وترجع عند الصحراوة، راه غادي نبداو حنا بالتحرر من نظام مخزني يعني اوفيسيال، فهمتي؟ وهذا الشيء معروف، هذا الشيء هما اللي تيحاربوه وباغيين، بغاو يخليونا. راه ما كاينش، راه شي نكونوا 350 الف نسمه وتنحكموا راسنا وعارفين راسنا شنو خاصنا، وعندنا ناس ممثلين تيمثلونا ديال بصح، فهمتيني؟ راه نوليو احسن من اليابان في ظرف 5 سنوات او اقل. تصور هذه 60 عام، فهمتي؟ وما داروا والو، ما داروا والو، باقي تتمشي تتلقى واحد الطريق باقي فاش دارتها فرنسا. مازال فرنسا دارت فينا الخير، بناتنا البنية التحتية، حددتنا الإدارة، علمتنا بزاف د الحوايج فرنسا اللي جات تشوفها، ولكن هادو ما بقاو جالسين ناعسين، فهمتي؟ تيشفروا، ما يمكنش. انا حنا دابا تنتسناو غير المغرب فوقتاش يهبط الريدو، يعني يقول فايت صافي، ما عرفناش فوقتاش، فهمتي؟ راه وقيلا دار فايت، فهمتي؟ دابا وصل المغرب للحضيض، يعني ما بقاش ما كاينش مستقبل للشباب، ما كاين والو. خصنا نفكروا في البديل ديالنا هو اننا هاد التفكير ديال تيقولك وحده وطنيه، ما خصنا نوليو نحاربوا هاد التفكير هذا، لا عندنا به حتى شي علاقه. واللي جاب هذاك التفكير ديالهم ديال المشارقه يقولك خلافه مثلا، هذاك يعني تخربيق، فهمتي؟ نشوفوا احنا راسنا كمنطقة ونحكم راه في فيدراليات. والولايات المتحدة الأمريكية، اي والله، هي عبارة عن دويلات، كل منطقة تتحكم راسها، كل منطقة عندها اقتصاد ديالها، عندها المسؤولين ديالها، عندها المسؤولين ديال المنطقة. ما يمكنش واحد يجي من نيويورك يحكم كاليفورنيا لأنه ما عارفش كاليفورنيا، فهمتي؟ إذا كنا إنسانيين راه غادي نتضامنوا. حنا كأمازيغ ما يمكنش نبقاو شادين ضد مع ناس يضطهدون في الصحراء الغربية ونقولوا أوكي، لأنهم لا يرفضون تسمية الصحراء الغربية بالأمازيغية، وهم عندهم هذيك الهوية ديالهم عربية صحراوية يفتخرون بها، واش حنا نبززوا عليهم الأمازيغية ديالنا؟ لا يمكن، فهمتي؟ الريف تا هو جمهورية، واش نبززوا عليهم المغرب؟ الجمهورية ديالهم يحكموها لراسهم. من حق الريف تكون جمهورية، من حق السفر تولي جمهورية، من حق الصحراء تولي جمهورية. هذه ليست جريمة أن الإنسان يطالب بهادشي هذا أو يناضل عليه. يعني قصة ديال تصور التأسيس ديال دولة إسرائيل مثلا، هيرزل عرفتوه، واحد الصحفي مخضرم هذا، كان تيشوف اليهود يتعرضون للتقتيل يعني، والعنصرية والتعذيب والتهميش وكل شيء، وجاتو النفس على الشعب اليهودي، وما جاتو فكرة، جمع اليهود كاملين في سويسرا قال لهم غادي يأسسوا دولة إسرائيل في يعني في الشرق الأوسط، وناض أسس دولة. وعرفت شنو قالوا لي هذوك اليهود في الأول؟ قال لي أنت تحلم، قال لي واش أنت تتحلم؟ ما يمكنش، قالوا لي انت تحلم. ولكن شوف دابا فين وصلت اسرائيل، بسبب يعني واحد الانسان
اللي كانوا ديال الدعوه انه تافه وانه تيخربق وانه لا ما قادش وانه ما سميتوش، فهمتي؟ كذلك راه اخويا تقول لي البلاد كلها امازيغيه، ولكن اسمح لي، ولكن انت كامازيغي ما عندك فيها والو، فهمتي؟ ما عندك فيها والو، انت امازيغي فهمتيني، مناطق امازيغيه تعضك اقرب تتموت، ما عندكش يعني مضادات السموم ديال هذاك الشيء، فهمتيني؟ انت اذا تقتلوك بواحد الطريقه غير ماشي بالقرطاس، تقتلوك بواحد الطريقه اخرى، فهمتيني؟ وتيهمشوك داخل المجتمع، تيقول شوف هذاك الشليح، فهمتيني؟ انا تعرضت لهذا الشيء لانني انا امازيغي، كان تيعطوا لي الشليح هادي، فهمتي؟ ماشي تيضرني هذاك الشيء، كان تيجيني هادي. وفاش كنت مشيت ندخل السميه ديالي ما قبلوش لي السميه الامازيغيه ديالي، وداروا لي السميه ديالهم هما بالعربيه، علاش؟ فهمتي؟ انا تنحترم الهويه ديال اي انسان كيف ما كان، ولكن في اطار الاحترام المتبادل. انا تنشوف بان هاد الصحراوه، الصحراء الغربيه، الجمهوريه العربيه الصحراويه الديمقراطيه، ما داروا لنا والو، ما ضرونا في حتى شي حاجه، ما شفرونا لا ثروه، ما همشوناش، ما هزوا سلاح ضدنا، ما داروا والو. ونجي انا ندافز معاهم ونجي انا ننتقدهم، على الاقل كانت انسان حر خصني نتضامن مع هاد الناس، صافي. الواجب الانساني تيقول باننا نتضامنوا مع المضطهدين، حنا داك الشيء اللي تنديروه، فهمتي؟ ما خصناش نبداو نكذبوا على بعضيات، خصنا نشوفوا مصالح ديالنا حنا كشباب، خصنا نتجاوزوا هذا الفكر التقليدي وهذا الفكر ديال الاحلام والخرافات وداك الشيء، خصنا نشوفوا المنطق ونبنيو الاسسيات ديالنا والافكار ديالنا على داك المنطق. شكون اللي يسينا؟ واش تكون عندنا مثلا بغينا نديرو دولة في الجنوب ديال المغرب، واش يكون قد يكون عندنا دعم دولي؟ اي قد يكون عندنا دعم دولي، ولكن كان عندنا شعب تحمل نفس الافكار، فهمتي؟ لان خصني نتجاوزو، انا كما قلت يعني تجاوزت هاد فكرة النظام الهلكي والمخزن، تجاوزت هاد الناس هادو، لا اعترف بهم، ما تنشوفهمش كاع، لانهم لا يمثلون، يعني لا يمثلون الدولة، دولة المغرب، الدولة ديالكم مشفورة، فهمتي؟ باينة الأمور. فاش وزير تيشفر 22 مليار وما تيتحاكمش، صافي قول لي أنت شكون اللي أين هي المؤسسات؟ أين هو القانون؟ على من يسري هذا القانون؟ واش يسري عليا بحالي ولا اللي بحالي وبحال زفزافي وبحال هذا؟ كيفاش تضامن معاهم اخويا؟ اعترف ليهم بالصحراء الغربيه ديالهم، اعترف بها، نقول لهم اخويا تنعترف انا بكم، تنعترف بالنضالات ديالكم، وتنضامن معاك، تضامن غير الخروج، تضامن معاهم عادي، لان المصالح، لان الدول مصالح، فهمتيني؟ تقطنوا الدوله في الجنوب، فهمتي؟ وتاسس تحالفات مع الصحراء الغربيه، فهمتي؟ والجمهوريه الريف، فهمتي؟ هذا بداية تحرر، ما يكذبش عليك شي كذاب، فهمتي؟ هذه هي بداية تحرر. اما باش تقول لي اننا بغيتو نتوما ديروا ارطة مزغة كاملة في دقة واحدة، راه لا يمكن، راه لا يمكن. شوف دابا اسكندناف راه فيها السويد والنرويج والدنمارك وفيها الايسلاند، فتا فنلندا على ما اظن، فهمتي؟ والسويد كانت جزء من الدنمارك، وايسلندا كانت جزء من الدنمارك، ولكن تفرقوا لان المصالح ديالهم اختلفت كشعوب، واخا بحال بحال، ولكن بقات هذيك الصداقه وهذاك الترابط تيجمعهم، فهمتي؟ على هذا الاساس هذا نقدروا نبنيو دوله، فهمتي؟ وفاش تيديروا مثلا، فاش تيخرجوا هذوك الاحصائيات العالميه ديال الاقتصاد وهذيك الشيء، راه ما تيجيبوش السويد بوحدها والنرويج بوحدها والدنمارك بوحدها، تيجمعوا هاد اسكندنافيا كامله وتعطيوها واحد الرقم، فهمتي؟ تيقولوا اوكي، تيقول لك واحد شوف انت الحمير سير الحزاق، قال لك قرع. ودابا انا تنهضر ليه، انا راه كيما قلت لكم ما تجاوزتهم، انا فهمتي تجاوزتهم، لا دينيا لا كل شيء تجاوزتهم، يعني ما بقاش تسمعني نهضر لك انا على هاد الخشيبات وداك الشيء، نهضر انا الافكار، نناقش افكار ديالي ونشاركها معاكم، عجباتك اخويا ما عجباتك كذاك راسك، ما عنديش مشكل، غير انا تنقول الراي ديالي بدون اي يعني. المهم تنقول الافكار ديالي بكل سلميه تنشاركها معاكم،
وتنشوف يعني ان هذه هي بدايه التحرر ديال الشعب الامازيغي من الاحتلال المخزني. انا المهم تنخرج تنعترف بالجمهوريه، فهمتي؟ ما عنديش مشكل، يديروا اللي بغاو، يطيروا. راه قلت لكم الافكار ديالنا تنهضروها، تنقولها للناس اللي غادي يسيروا عما هذا الشيء اللي تيبان لي. شي واحد تيبان لي هذا الشيء كبير، اش نقول لك؟ هاتي خربق. وهذا ما كان اخوتي، يعني نتمنى هذا اللايف هذا كما قلت لكم تشاركوه، واللي عنده شي مداخله بغى يهضر معانا مرحبا به، ماشي مشكل، يكتب واحد واحد ويطلع، ماشي مشكل. كما قلت لكم خصنا نشوفوا مصالح ديالنا، لان تتشوف بان واحد الحرب تشن على الشعب الامازيغي نفسه حاليا، تماما مثل الشعب الصحراوي. الشعب الصحراوي تيضربوا بالقرطاس والطيران وداك الشيء، فهمتي؟ وتيسجنوا وهادي، والشعب الامازيغي مسكين مغلوب على امره، فهمتيني؟ عقرب تيأدي تيقتل الانسان الامازيغي وما تلقاش الدواء، فهمتيني؟ مرأة ما عندها، الاقاليم الامازيغية ما عندكمش حتى امبيلونس، ما كايناش، فهمتي؟ حسين كيبو مرحبا اخي، قلت لكم حتى سميتو ما كايناش، تلقى مرحبا غادي تولد دينا في كروسه، دينا في حمار، في عود، غادي السبيطار، وكاين شي دول اكثر من هذا. هل هذه دوله ما دارت حتى ما دارت حتى الطرقان، ما جهزاتش يعني البنيه التحتيه بزاف الامور، واش حكموا هذا؟ واش من دوله هذه؟ عندك باغي يديرنا نطيح هاد الساعه، شنو باغي يطلع عند جبريل ولا ما عرف كيفاش؟ خاط المغرب خاصه هذيك ناطحه السحاب وهاد المول هذا، راه دايرين واش لكم نتوما؟ واش حتى دابا تمشي للمول، فهمتي؟ عندك فلوس المول، ود الشعب يمشي للمول يشرب قهوه ب 60 درهم 70 درهم، ما دايرين واش لك انت؟ دايرين هما لولادهم، فهمتي؟ انت تمشي تشري سبادري تمايا ب 5000 درهم 9000 درهم 10000 درهم، ما يمكنش، ما تمشيش، تمشي كازا، تمشي القريعه، ولا تمشي شي قنت. لا هما دايرين هادشي هادو لولادهم، هادوك اللي حاكمين هما اللي عايشين، انت بقى مونسهم، بقى تقول لهم الوطن عاش فلان، لا الوطن خط احمر، بن فلان خط احمر، وانت بقى عايش في الخنز والحزاق، فهمتي؟ وبقى عايش هكاك، فهمتي؟ راه الوطن غادي بخير، فهمتي؟ هما هذاك الشيء اللي بغاو. المهم هادشي اللي هذا هو الواقع، سواء تقبلتي سواء تقبلتي، يجي واحد الجيل هو اللي يتقبل هاد الهضره هادي ويدير بها وغادي ينوض ليهم مزيان، فهمتي؟ لان لا يعقل، وغنبقى نهضر انا ديما هكا، لان انا اش نقول لكم، قمت بتاسيس قناه اليوتيوب، دخلنا بغينا نديرو السخريه ونديرو الفن ونديرو هذاك الشيء، حاربونا تم اختراقونا تم تقرصنا عن طرف بعض الكلاب، ما خلاوناش. ايوا شنو بقى لينا اخويا؟ صافي حاربتونا من جميع الابواب، دابا ولينا تنعلنوها ديريكت، نريد التحرر من هذا الاحتلال، هذا احتلال صافي، ما كاينش عنده شي تعريف اخر. وديما لي فيديوهات ديالي يكونوا هكذا، دائما تنهضر على التحرر، تنهضر على تهميش الشعب الامازيغي وتهميش الشعب الصحراوي ديال الصحراء الغربيه، وتنهضر على هادشي كامل. وانا تنقولها، احنا كامازيغ خصنا ننشئوا جسر تواصل مع هذا الشعب، هذا الشعب الصحراوي المظلوم، خصنا ننشئوا معاه جسر تواصل ونتعرفوا عليه، ما نحتاجش انا المخزن يكون هو الوسيطه بيني وبين اي جهه كيف ما كانت، لانه خبيث ولانه كذاب ولانه نصاب ولانه ارهابي ولانه كل شيء، فهمتي؟ ما يمكنش نثيق فيه. انا عندي واحد الانسان، عندي واحد الدماغ، غنمشي نتواصل مع هاد الناس ديري، فهمتي؟ بغيت نتواصل مع اسرائيل ما نمشيش للجزيره نقول لها اجي يقول لي شنو زعما ولا لا، نمشي نيش، راه الامور واضحه. لو بغيتي تتواصل مع شي جيره تمشي عندها وتواصل معها بكل، فهمتيني؟ ما تحتاج شي وساطه، لانك انسان عندك الدماغ وعندك العقل، وخصك تشوف مصلحتك فين كاينه،
فهمتي؟ ولان باش تشوف دابا دولة تحاربك انت كشخص، شنو باغيين هادو؟ راه اذا راه زعزعتيهم، اذا هادو فاشلين مجموعة من الاقزام، فهمتيني؟ لقيت مع محمد السادس صدفة في امريكا، اش غندير؟ اودي اش ندير؟ نضربو مطيشة. راه كما قلت لكم، راه لا يمكن، النظام غير قابل للاصلاح، نظام استعماري، نظام مخزني، نظام استعماري، خصوصا الامازيغ في الجنوب والصحراء الغربية تماما، فهمتي؟ حنا كامازيغ خصنا نضامنو بيناتنا، خصنا ننشئو صداقات بيننا وبين الشعب الصحراوي ديال الصحراء الغربية، هذيك ديالو ارضه، فهمتي؟ يناضل من اجلها، عطاه الشهداء، فهمتي؟ قتل من اجل تلك الارض، فهمتي؟ وتجي انت تقول لي لا نو، خصك تبقى، خصك ترجع تعترف ليا بامازيغيه. هو ويواجه نظام محتلك انت اصلا في الداخل، وشكون هو العدو ديالك انت كامازيغي؟ واش هو المخزن ولا هما الصحراوه؟ وتحط واحد المعادله بسيطه، شكون اللي تيتشفر لك، شكون اللي تيدي الثروات ديال الامازيغ؟ واش الصحراوه ولا المخزن؟ راه المخزن، الصحراوه ما قاسوك حتى شي حاجه. شعب صحراوي يناضل من اجل حريته في ارضه، ما عمر جا عندك ولا هز عليك السلاح ولا فهمتي تهجم عليك، فهمتي؟ غادي للهدف ديالو، لان عنده واحد الرؤيه وعنده واحد الهدف، باغي الدوله ديالو، باغي الاستقلال ديالو، لان هذا ما كان ينتظره قبل ما يبيعوه في اتفاقيات وشردوه وداروا ليه. ابدي اش نقول لك، المهم تحياتي الخوت، ونتمنى نشوفكم في شي لايف اخر، لان اللي عنده شي سؤال مرحبا. بالنسبه كما قلت راه كلام واضح والواقع راه واضح، ما تحتاجش شي حاجه اخرى اكثر من هذه. خصنا احنا كشباب ما تغرناش اي حاجه، فهمتي؟ نبنيو، نزرعوا بذور التغيير في نفوس الشباب، فهمتيني؟ يعني نزرعوا فيهم هذيك الوطنيه وهذيك النفس اللي هما قتلوها بيهم، فهمتيني؟ هذا النظام مؤخرا راك شتي بلا قتل النفسيه ديال المغاربه، بغا يدخل عليهم السواعده ودخل عليهم ولا تبيع في اللحم المغربي يمينا شمالا. قالك اش اشري بعدا كتبي سميتو هذا، ها انتم من هذيك؟ واش نقول لك، انت داير التصويره ديال من هادي؟ شكون هادي بعدا اللي هاديك في التصوير؟ السيد ديال مسخوط دابا تيجي عندك سميتو فدوى ولا ما عارف. انا قلت لك انا هو سميتو ابو عزه، فهمتي؟ دابا تلقى هذا ابو عزه قال شي قنت، فهمتي؟ جالس عليه داك الشاب صرفيق باق، تيقول ليه كتب. المهم قال لك الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه، وسير هذيك الهضره ديال هذا الشيء اللي عندكم. هذا هو يعني التكوين ديال المخزن، يعني هذه دابا انت خرجتي من الجامعه المخزنيه الحقيره، يعني ما فهمتي. لا نقولك واحد القضيه، الصحراء في غربها والشعب الصحراوي، الشعب الصحراوي في صحرائه الغربيه، فهمتي؟ راه هذه هي الجمله الصحيحه، بقيت لي كما تسميوها للتصحيح، فهمتي؟ ايوا تحياتي يا الخوت. دير في بالك واش هادشي اللي تنهضروا عليه دابا، هادي دولة تقول شي. نقولك واحد القضية، انفصالي، انفصالي ليست تهمة، فهمتي؟ انفصالي ليست تهمة، ليس هناك قانون تحاكم أي إنسان لأنه انفصالي، هادشي كاين في المغرب، فهمتي؟ فاش تلقى شفار في البرلمان وانسان كان يحارب الفساد في السجن، فصافي راه ما عندك شي، ما عندك شي تعريف اخر، عصابة، فهمتي؟ ما كاينش شي قانون. فاش تشوف انسان بحال بحال هذا راه هو يتكلم عن الحق،
وما تكذبش عليك، تقول لك هذاك الشيء اللي مخبينه لك في دوزيم، فهمتي؟ وانا نتمنى من المغاربه يمحيوا هذوك الاذاعات، فهمتي؟ ما تفرجش فيهم، بغيتي تمشي بعيد في حياتك ما تفرجش في هذوك الاذاعات كاع، فهمتي؟ تفرج لك كاع انت واخا ما كنتش تفهم النرويجيه، تفرج لك في التلفازه النرويج تستافد، فهمتي؟ هي بالصوره تستافد وتفهم. اما هذيك تتحط لك يعني الخنونه في الراس، يعني السيستيم ديالها تتلعب عليك. هذاك الشيء اللي عندي راه مبلوكي العياش اخوت، لانهم عيقوا بزاف. ما دو ماشي عياش، هادو ديالهم اخوت، فهمتيني؟ لانهم جامعين شي براش، فهمتيني؟ دابا المشكله شكون اللي شاد هاد البراش؟ تلقى ود اخ النوش قال لك اش من في صاري راك غير بخوشه. اه صافي انا بخوشه. تيقول لك مع ودي بغير الهجرة، انت اللي تتبان لي عايش في دولة البخوشات، فهمتي؟ وتيبان لك اي انسان بخوشة، فهمتيني؟ لان في علم النفس تيقول لك هذاك الانسان اللي تيقول واحد الحاجة تتهم بها واحد الانسان، راه هو اللي تيحس بها. وانا تنظن انت تتحس براسك كبخوشة عليها تتهم غيرك بانه بخوشة، فهمتيني؟ ومازال البخوشة احسن منك، عرفتي علاش؟ لان البخوشة ما تضرش عباد الله، وتتعيش تتعيش يعني، وتتعايش مع الناس، تتعايش مع العالم الخارجي ديالها. ايوا سير دابا انا نبلوكي هاد المهم ضادر قال لك حمزة مزيان. وهذا الشيء اللي كاين الخوت ما نزيدش عليه، ونتمنى انكم تدخلوا تدعموا القناة ديالي في يوتيوب. هي راه بغيت اخويا نبقى ندير لايفات من هذاك اليوتيوب احسن ليا من هذا الفيسبوك الصراحه، ولكن ما عنديش متابعين كثار في اليوتيوب، وماشي زعما باغي ندير الفلوس ولا نرباح كيما شي وحدين، راه نستاهل، فهمتي؟ ولكن لا ما دايرش لا يعني ما داير لا سبونسور لا ادسنس لا والو. عليكم السلام صديقي صالح محمد. المهم وهاد تيبان لك تحياتي اخي لوتشو. يا ولكن حنا نحررهم بزز منهم، يخليهم. حنا كما قلت لكم انا شخصيا ساساند واتضامن بكل الطرق المشروعة مع نضالات الشعب الصحراوي ضد الاحتلال المغربي المخزني. هادشي اللي كاين. المهم ودائما والى الابد انتهى، يعني ما كاينش، ما يجيش واحد يفرض عنا الاراء ديالنا ويقولنا شنو نقولوا، ولا حنا احرار، فهمتيني؟ الشعب مضطهد، انت كانسان شنو غادي تضامن معاه؟ كنتي بخوشه كنتي انسان حقير ما تضامنش، فهمتي؟ التضامن واجب اننا ننشئوا علاقات ونتواصلوا بيناتنا مع الشعب الصحراء الغربيه، من الواجب ديالنا كمغارب، لانه هما ما تيكونوش لنا حتى شي حقد، فهمتيني؟ هما عندهم الحقد مع المخزن ومع دوك المغاربه ديال الهلاكين اللي تيجيبهم العياشه، عطيهم فراده وعطيهم سميتو وتيقتلوا في عباد الله تما. وشنو بغيتي الصحراوي يبدا يشوف فيه ما يتقاتلش معاه، فهمتي؟ ما فهمتش انا هاد الناس هادو، شنو نقول لكم؟ تحياتي لكم اخوتي كامل. شكرا اخي لوتشو، شكرا بزاف، شكرا على المساندة والدعم. ماشي اللي يهضر على الصحراء الغربية راه هو خائن تخونه، ما عرفتش انا. دابا المشكلة ان الخونة تيحكمو البلاد، وتيجي انت فاش واحد راي تسميو انت الخائن، اصلا عمرك حتى درهم ما شفرتيش ليهم، درهم ما ديتيش اخي. انا نعطيك ديالي لانه مهم، نعطيك القناة ديالي اخي بلاتي، بادي مروان كرايف
شنو؟ كتب جالك تماما، راه تكلمت مع بعض الإخوة وتناقشنا على أنني نجيب هذا الموضوع ديال الثروة الطبيعية ديال الصحراء الغربية. الصوت مقطع. شكرا أخوتي وتحياتي، ونشوفكم يعني في شي لايف آخر، فهمتي، لنزلزل يعني الاحتلال المخزني الحقير. تحياتي الأمازيغ وتحياتي الأحرار ديال الصحراء الغربية.